ننتقل الآن إلى مراسلينا وآخر التطورات، ولا بداية من أوكرانيا، حيث قال مسؤول سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن كل المؤشرات تدل على ما يبدو أن روسيا كانت وراء تدمير سد كاخوفكا الذي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن استهدافه. في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع إسقاط 10 مسيرات إيرانية و4 مسيرات من نوع أورلان 10 و4 صواريخ كروز خلال هجوم روسي على العاصمة كييف ومناطق أخرى. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسلنا إياد استيتية. إياد، أهلا بك. ضعنا في مستجدات الوضع الميداني وأيضا جهود الإغاثة في خرسون. نعم سونيا، مساء الخير. لعلي سأبدأ من جهود الإغاثة في مقاطعتي خرسون وميكالايف، هذه المناطق المتضررة جراء تفجير سد كاخوفكا، ويعني انسياء غمر هذه المناطق في المياه. اليوم وزارة الداخلية الأوكرانية أعلنت قبل قليل عن إجلاء 3200 شخص من هذه المناطق المتضررة في مقاطعة خرسون. هي تحدثت عن وقوع 11 إصابة، وذلك جراء القصف الروسي الذي تعرضت له أحد مراكز الإيواء والإخلاء في المنطقة يوم أمس. أيضا هناك حديث عن مقتل 4 أشخاص في مقاطعة خرسون جراء هذه الفيضانات، وأيضا هناك 13 مفقودا لغاية الآن في مقاطعة ميكالايف القريبة المتاخمة لمقاطعة خرسون. هناك أيضا حديث عن إغراق 23 بلدة في هذه المنطقة. أيضا هناك تم إجلاء 825 شخصا. أيضا كان حديث عن مقتل شخص جراء هذه الفيضانات في هذه المنطقة. أيضا هناك تحدثت وزارة البيئة اليوم عن أن منسوب المياه أو معدلات المياه في هذه المنطقة كانت يعني وصلت إلى علامة 5 أمتار و37 سنتيمترا. قبل قليل كان هناك تأكيدات من السلطات الأوكرانية في جنوب أوكرانيا بأن المياه قد بدأت بالانحسار، وأنه يعني ربما خلال الأيام القليلة المقبلة يعني ستنحسر بشكل أكبر. أيضا في المقابل هناك أيضا يعني في خلف هذا السد، سد كاخوفكا الذي تم تفجيره، هناك حديث عن أن مستويات المياه آخذة بالانخفاض لنحو 11 مترا و76 سنتيمترا. طبعا يعني انخفاض المياه في هذه السدود، هناك 6 سدود سونيا في نهر أدنيبرو آخرها هو سد كاخوفكا أو المحطة الكهرومائية في هذه المنطقة. هذه السدود تشكل فيما بينها ما يسمى بحوض كاخوفكا. المخاوف الأوكرانية كانت من أن إذا انخفضت مستويات المياه في هذه المنطقة إلى حدود دنيا فإنها قد تؤثر على خزانات المياه بالقرب من محطة زاباروجيا النووية، وهي التي تستخدم من أجل تبريد المفاعلات النووية. مع ذلك كانت الشركة المشغلة لهذه المحطات تحدثت اليوم عن أنها قامت بإيقاف المحطة أو يعني تحول المفاعل السادس أو الوحدة الطاقة السادسة في هذه المحطة إلى التوقف البارد، وذلك من أجل عدم استخدام المزيد من المياه، يعني تبقى حريصة على وجود كميات أكبر من المياه تستفيد منها المحطة في عمليات التبريد. هذا فيما يتعلق بجهود الإغاثة والوضع بشكل عام في مقاطعتي خرسون وميكالايف جراء هذا الفيضان الناجم عن تدمير سد كاخوفكا. اليوم كان جهاز أمن الدولة الأوكراني قد رصد محادثة هاتفية بين عسكريين، يعني قالوا فيها بأنهم أو أن وحداتهم هي كانت المسؤولة عن تفجير هذا السد، وأن الهدف من وراء هذا العمل كان هو ترهيب أوكرانيا. وأيضا يعني هم لم يكونوا يتوقعوا أن يخرج الأمر عن السيطرة، هذا ما قالته أو ما جاء في التسجيل الذي نشرته أو نشره جهاز أمن الدولة الأوكراني اليوم. هناك أيضا سونيا فيما يتعلق بالمستجدات الميدانية وتحديدا في منطقة باخموت، المتحدث باسم عمليات الشرق كان قد تحدث عن أن القوات الأوكرانية قد تقدمت بعمق 1200 متر في أجنحة باخموت، أي في المناطق الجنوبية والمناطق الشمالية من المنطقة. هناك احتدام للقتال في عديد المحاور، منها محور
محور باخمت، هناك صد لأكثر من 16 هجوما خلال ساعات النهار اليوم. هناك ضربات جوية قامت بها القوات الأوكرانية مستهدفة بذلك مواقع القوات الروسية في عديد المحاور وأيضا لمواقع الدفاعات الجوية. ليلة أمس كان هناك استهداف بالصواريخ والمسيرات على على العاصمة كييف وعدة مناطق أوكرانية. سونيا، للمزيد للاطلاع بالمزيد عن التفاصيل حول المشهدين الميداني والسياسي في التقرير التالي. لا تزال تداعيات تفجير سد كاخوفكا تتصدر مشهد الحرب الروسية الأوكرانية، كيف لا والحدث جلل والكارثة كبيرة على عشرات الآلاف من المدنيين. مياه السد المنهار أغرقت بيوتهم وأجبرتهم على تركها، فضلا عن عواقب وخيمة على قوتهم ومحاصيلهم على المدى البعيد، ناهيك عن قصف متقطع يزعزع أمنهم ويزيد معاناتهم. الأوكرانيون ومعهم الحلفاء يدينون هجمات الروس على عمال الإغاثة في خيرسون. ندين بشدة قصف مناطق الإخلاء وندعو الاتحاد الروسي لوقف مثل هذه الهجمات والسماح لفرق الإجلاء بتقديم المساعدة الآمنة للسكان المدنيين المتضررين. وللحدث تداعيات أخرى ليس أقلها على المستوى السياسي. أطراف الصراع جعلت من حادثة تفجير السد هذه على ما يبدو جبهة لتقاذف التهم. موسكو وكييف كل يلقي باللائمة على الآخر. كييف توجه أصابع الاتهام إلى الكريملين وتقدم دليلها على ذلك. جهاز الأمن الداخلي الأوكراني يؤكد رصد مكالمات هاتفية يقول إنها تثبت ضلوع القوات الروسية في تفجير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية. الروس في المقابل يؤكدون وبروايات متعددة مسؤولية خصومهم عن التفجير. يحدث ذلك في وقت يحتدم فيه الصراع وتتصاعد تهديداته. الرئيس الروسي يعلن موعد نشر أسلحته النووية في بيلاروسيا ويحددها في 7 و8 من شهر يوليو المقبل. معارك ضارية بين الروس والأوكرانيين على الأرض الأوكرانية وكذلك الروسية، قتلى وجرحى من الجانبين. على بعد 200 متر من الحدود الأوكرانية جنوب روسيا أصيب شخصان في مدينة فورونيج بجروح بعد إسقاط طائرة مسيرة على ما أعلن حاكم المدينة. في زابوروجيا ودونيتسك معارك عنيفة دمرت فيها مدرعات ودبابات. يقول الروس إنهم صدوا محاولات متكررة للجيش الأوكراني لاختراق الجبهة ودمروا ما يزيد عن 20 دبابة. على الجبهة المقابلة يؤكد الأوكرانيون تقدمهم وتدميرهم مسيرات روسية وصواريخ كروز. تطورات أفقها غامضة ونتائجها مغمورة، لكنها بلا شك ستحدد الخطوة القادمة للأطراف جميعها في مسار حرب عصيبة عليهم. إياد ستي، كنت معنا من كييف، شكرا جزيلا لك.